محمد الضيف، الكابوس المرعب لإسرائيل، ظهوره يعني الموت أو الحرب، وتصريحات مقتضبة كالسيف الصارم في تنفيذها. إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى. على تراب غزة ولد الضيف في عام 1965 لأسرة تعود جذورها إلى بلدة القبيب المهجر أهلها عام 1948. ولد فقيراً متنقلاً بين مهن لا تكاد تسد جوع عائلته. درس في الجامعة الإسلامية في غزة واعتقلته إسرائيل عام 1989 ليخرج بعد 16 شهراً ليبدأ مسيرة المقاومة التي قضت مضاجع إسرائيل بلا هوادة. انتقل للضفة الغربية ليشرف برفقة عدد من قادة القسام على تأسيس الكتائب، ليصبح القائد العام بعد اغتيال عماد عقل عام 1993. أشرف على العديد من العمليات العسكرية ضد جنود الاحتلال، من بينها خطف جنود وسلسلة عمليات فتكت بعشرات الجنود من الاحتلال. طور الجهاز العسكري لكتائب القسام وأصبح المطلوب رقم واحد لإسرائيل وقادتها العسكريين، كما وضعته واشنطن على لائحة الإرهاب. حاولت إسرائيل اغتياله بشتى الطرق براً وبحراً وجواً، إلا أن كان مصيرها الفشل وحليفها الهوان. كلما فكرت باغتيال محمد ضيف في العام 2021، أنذر ضيف إسرائيل ومستوطنيها بأن أي اقتحام للأقصى بمسيرة عاتية سيواجه برد عسكري. لم تلتفت إلى تحذير الضيف، فكانت المفاجأة بأن دكت وحدة المدفعية التابعة لكتائب القسام مدينة القدس بعشرات الصواريخ ليهرب المستوطنين في كل مكان، ولتشكل صدمة أمنية وعسكرية لإسرائيل وقادتها. استمرت المعركة وأطلقت عليها المقاومة سيف القدس، وليردد الأحرار والثوار في شوارع غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والمدن العربية: حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف. انتهت المعركة وأعلنت المقاومة الفلسطينية انتصارها، وجرت إسرائيل أذيال الخيبة والهزيمة. وفي 6:30 من صباح 7 من أكتوبر لعام 2023 انطلق آلاف من جنود محمد الضيف نحو الحدود، عابرين تزامنا مع آلاف الصواريخ المنطلقة للتغطية على عمليات الاقتحام. صال وجال أبناء الضيف في المدن الفلسطينية المحتلة وقتلوا وأسروا مئات المستوطنين والجنود. ولتعتبر إسرائيل هذا اليوم هو اليوم الأسود في تاريخها، وما زال الضيف يقود المعركة رغم إصابته بالعديد من محاولات الاغتيال. وليبقى المطلوب الأول لإسرائيل وسط عز وخيبة أمل في منظومتها الأمنية والعسكرية: